باين رجلي في ايه؟ هو مش تحول في تصنيف بس ولا ايه؟ السلام عليكم، انا عمر. النهارده هنتكلم عن الفصل 632 من مانجا كينجدوم. خلينا نتكلم عن كل جوانب المعركه من حيث الخريطه بتاعتها كده في البدايه عشان ما حدش يتوه منها. عندنا في مقر ريبوكو المحاصر من دينريمي واوسن على شماله، وفي مقدمه الصفوف اللي هي تابعه لريبوكو ريهاكو وباتي اللي هو المفروض ان هو جه دعم من مقر كيسوي اللي هو الجبهه اليسرى، اللي هو بيهجم عليهم من الامام من جيش دوله شين شيريو وسوؤو، ومن الناحيه اليمنى بيهجم عليهم اكاكين بالوحده بتاعته وشين بوحده هايشينتاي اللي هو كان في مواجهته، لكن اللي هو قتله يعني خلاص وخلصنا من اللي خلفوه. كان في ناحيه اوسن موتن واوهن الاثنين بالوحدات بتاعتهم، الاثنين راحوا للجبهه اليمنى اللي هي ناحيه وحده هايشينتاي مع مجموعة أرسلها من الوحدة بتاعته دينريمي، وجيش أوسن ودينريمي الاتنين ملتفين بالجيش بتاعهم حوالين مقر ريبوكو عشان يحاصروه، وفي نفس الوقت كان أكاكين ووحدة هايشينتاي كانت بتحاول تهجم عليه من الجبهة اليمنى عشان يقفلوا عليه المخارج، ولكن ريبوكو عرف ان هو يهرب عن طريق المخرج اللي هو كان محدده لنفسه. وبعد ما هرب شيري وسوقه عرفوا يوصلوا للمقر بتاعه، وباتي من الواضح ان هو راجع للوحده بتاعته، وحده الجيش بتاعته مع كيسوي، وريهاكو المفروض دلوقتي ان هو بيتراجع باوامر من ريبوكو في نفس الخط اللي موجود او اللي تراجع فيه ريبوكو المفروض. اكاكين شفناه في الفصول اللي فاتت هو والوحده اللي ارسلها دينريمي هم تقريبا بس اللي بيلحقوا ريبوكو، بس اكاكين ما فيش اي معلومات عنه او معلومات منه لحد دلوقتي، وفي نفس الوقت ناكي ما نعرفش اي معلومات عنه، ممكن يكون احنا تقريبا ما شفناهوش، انا تقريبا ما لاحظتوش في الفصل ده، هل من الممكن ان هو كمان عارف ان هو يروح يحاصر ريبوكو مع اكاكين؟ ودانسا ووحده اكو الاثنين ما فيش اي حركه منهم، الاثنين من الواضح ان هما الاثنين لسه قاعدين في نفس المكان، دول عليهم علامه استفهام هائله، هما المفروض في اقصى اليمين في الجانب الايمن من المعركه، ده كله من زاويه جيش دوله تشين، وبرنجين اللي هو من الواضح هو وفوتي ان هما تراجعوا من الملاحقه اللي كانوا بيلاحقوها للوحده بتاعت اوسن عشان يقتلوه، وراحوا لاقصى الجبهه اليمنى عشان يهربوا او عشان يتراجعوا، وكيسوي بعد ما موت ساب المكان بتاعه في وحده ماكو، قدر ان هو يضغط على الجبهه اليسرى لدوله تشين، قدر ان هو يخليها تتراجع بشكل كبير، ولكن مع قرار الانسحاب قرر ان هو يتراجع في الخط ده، وتراجع بالشكل ده عشان يخلي جيش دولة شين في حالة تأهب ليه، عشان يدي فرصة أكبر لريبوك ان هو يتراجع، وبالشكل ده جيش دولة شاو متراجع كله في نفس الخط، وتراجع عشان يلم أشلاءه عشان يتجمع مع بعض، وموتن والوحدة بتاعته اللي من الواضح ان هو هيرجع تاني للجبهة اليسرى لأن هو خلاص اتعين للقائد بتاعها، وأوهن اللي هو من الواضح ان هو هيرجع تاني للمنتصف أو للقائد. فحاليا دلوقتي هتبدا المطارده تاني، الحاجه اللي هي مش هتكون حاجه كويسه، بس بالشكل ده تبعا لدماغ ريبوكو، فالمفروض ان هم هيتلاقوا او هيتقابلوا عند جيو، ولو تقابلوا عند جيو فساعتها دوله شين هتكون عامله كماشه على ريبوكو، كانكي من ناحيه وسين من ناحيه، اللي اذا كانكي زي ما قلت قبل كده هيسيب المكان ويخلع. وننتقل بقى للاجزاء اللي انا عايز اتكلم عليها، بس قبل ما ننتقل للنقطه ديت يا ريت تعمل سبسكرايب، تعمل لايك يعني عشان الشرح الخرافي اللي انا لسه قايله ده، وتعمل شير للفيديو برضه عشان الناس اللي هي مش مستوعبه خريطه المعركه تستوعبها. الكاتب ما عرفناش في سيناريو رجوع شين اكتر، يعني ما خلاهوش يفقد الذاكره، مع ان هو نفس الكاتب اللي بيقول ان كيو كاي هتكون اضعف عشان الزفت اللي هو عمله في الفصول اللي فاتت، لكن فعليا كيو كاي اتنفضت يا جدعان من هوكي، كيو كاي كانت بتترمى يمين وشمال، ف كيو كاي اللي احنا كيو كاي دي بعد ما عرفتي وتاكدي خلاص ان كيو كاي رجعت بعد قراءه الثانيه للفصل، لقيت نفسي عرفت استمتع باللي حصل قبل لحظه رجوع كيو كاي. الكيوتنس اللي هي بتبرزه خجل الشخصيه ديت بيرسم عندي ابتسامه بلهاء كده وانا بتابع الفصل، والشيو اللي قالت انها تدي حاجه لكيو كاي وغالبا بعد تعافيها هتعرفها، وبنسبه 99% كيو كاي هتقول عليها بعدين وهتقول انها عارفه تقاتل بسبب الحاجه اللي اديتها لها شيو، ما عنديش مشكله طالما ده هيخلي كيو كاي ما تتاثرش بالزفت اللي الكاتب عمله. ولحظه بس كده، هو اوهن وموتن الاثنين ما عرفوش ان شين مات؟ من الطبيعي ان هم ساعه لما يشوفوا الجنود منهارين هيروحوا عند مقر القياده وهيلاقوا شين صاحي، هيتاكدوا ان الكلام ده كله كان عبط، الناس ديت كانت قاعدة بتبالغ، واكيد يعني هم كانوا منتبهوا من القلق ولكن عايزين يتأكدوا. كل الخيالات اللي احنا كنا عمالين نقولها ان شين مش هيقدر فعليا يتحرك،
هو هيقدر يتحرك؟ طب وشين اللي احنا شفناه على وشك ان هو يموت ده ايه؟ ما هو رجع للحياه. صح، وتركنا ريبوكو يهرب. نقدر ان انا مش معاهم في النقطه دي حتى، يعني ولو كان ذكائهم خارق يعني انا ايه بالنسبه لهم يعني، ولكن هم خطط عبقريه او كل حاجه، ولكن لا هو عرف يهرب بسبب ان وحده هايشينتاي وقفت، ولو وحده هايشينتاي المفروض ما كانتش وقفت، والمفروض ان هو كان حاجه ديت معول عليها، المفروض ان هم لو ما كانوش وقفوا كانوا هيقدروا يحصلوه ويلحقوه. الخيول الطائره بقى والكلام ده كله، يعني كان المفروض يعني ان ناكي كان رايح عشان يقفل عليه الجبهه بتاعته ان هو يهرب منها، المفروض ان كاريوتن كانت هتكون في وعيها اكتر، ان هي كانت هتكون مأكده على ناكي ومجموعه اكبر ان هم يكونوا محاصرينه، وكان ساعتها اكاكين كان هيكون مع ناكي، فساعتها لا ريبوكو ما كانش هيقدر يهرب، وتوقف وحده هايشينتاي كان هو السبب الاكبر في كده. بس هل ممكن اكاكين يفاجئنا بان هو عرف يوقف ريبوكو، او ممكن يفاجئنا مفاجاه تانية خالص ونعرف ان هو مات، وناكي اللي اكدت عليه ان هو لحد دلوقتي لسه ما ظهرش، فمن الواضح ان ممكن الشخصيه اختفت وراحت تسربت كده عشان تروح تلحق ريبوكو، شخصيه يعني كانت مع كانكي وكانت شخصيه خبيث. من الواضح ان كان كلام اوسن والتفاجئ بتاعه اللي كان في الفصلين اللي فات من توقف وحده هايشينتاي كان غضب، لان هو بعت جنود عشان ينهارهم عن الفعل اللي هم بيعملوه، بالرغم من اننا ما شفناش تفاجئ منه. بس هل تاني ده كان المنتظر من الكاتب؟ ده كان السيناريو اللي احنا مستنيينه من الكاتب ان هو يعمله، الحاجه اللي هو المفروض كان يقفل عليها المعركه دي بانتهاء ال 15 يوم، حاجه اللي هو توعدنا بيه. احنا ما كناش مستنيين ان المعركه دي تخلص على ان ريمكو يهرب عشان نروح نكمل في معركه تانية، لسه عندنا مشكله المؤن. ما هو بالشكل ده يعني انت لو مطيت اكتر في حته المؤونه اللي هي خلاص خلصت عندهم دي، فانت بتسخف الموضوع. هو الكاتب مش ملاحظ حاجه بالشكل ده؟ ان جيو لسه حصار عليها، كان المفروض لسه ما دخلش. ايه يا ابو الشباب رايح بينا على فين تاني؟ رايح بينا عشان تقضي 200 فصل تانيين؟ رايحين نكمل 500 فصل تانيين يا جدعان؟ احنا لحد دلوقتي مكملين اكتر من 130 فصل، ده كله لسه الارك حتى بعد ما المعركه دي تخلص ويخلصوا من ريبوكو هيكون لسه فيه حاجات تانية كتير. ساعتها دوله شاو مش هتكون خلاص سقطت، يعني هتكون بنسبه كبيره سقطت، ولكن هي لسه. انا مش عارف هو هيبرر بقى مشكله المؤونه ديت ازاي. على العموم ده كل اللي كان عندي في الفيديو النهارده، لايك شير سبسكرايب، شكرا على المشاهده، سلام.